بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لما علمتنا إياه، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة أول حلقة من حلقات ليلة الامتحان، نسأل الله التوفيق. عاوز كل الناس مركزة معايا وكل الناس تسيب اللي في إيديها، عشان النهاردة أول حلقة وأول فرع كله بيستناه، فرع التعبير 14 درجة. مش هسيبك من غير ما تقفل 14 من 14 وتجيب الدرجة النهائية في التعبير. مش هسمح لحد فيكم يجيب 13 درجة. كل الناس مركزة وكل الناس سايبة اللي في ايديها، ونبدأ أول حاجة التعبير. يلا بينا. لما نيجي نتكلم في فرع زي التعبير 14 درجة بينقسموا إلى قسمين. عاوز كل الناس مركزة وكل الناس هادية جدا في الفرع ده. القسم الأول هو التعبير الوظيفي، والتعبير الوظيفي اللي هو إجباري في الامتحان، وده بأربع درجات. يبقى التعبير الوظيفي اللي هو الإجباري 4 درجات في الامتحان، وبعد كده التعبير الإبداعي اللي هو اختياري ب10 درجات، عشان يبقى مجموعهم الاتنين 14 درجة. طبعا الاختياري يعني بيجيب موضوعين وحضرتك بتختار موضوع واحد من الموضوعين. طب ازاي اكتب الموضوع؟ طب ازاي ياخد 10 من 10؟ هنقول الكلام ده ولكن بعد ما نبدأ بالتعبير الإجباري اللي هو الوظيفي. الحقيقة ان التعبير الوظيفي ليه صور كتيرة جدا، ولكن انت كطالب في ثانوية عامة، طالب داخل تمتحن بعد ايام، لازم تاخد بالك ان في حاجات مشهورة جدا عندك في الامتحانات. كل ما الموضوع بيكون ابسط بالنسبة لك، كل ما بتقرب لفكر الامتحان اكتر، خاصة في فرع زي فرع التعبير. الموضوع ابسط مما تتخيل. اول حاجة ممكن اتكلم في التعبير الوظيفي لما اجيب حاجة واقول لك انا عاوز رؤيتك. رؤيتك دي اللي انت كنت بتشوفها زمان، حاجة اسمها المقترحات. ان انا اشوف مقترحاتك، اجيب مشكلة زي ما عمل قبل كده في امتحان الثانوية العامة وقال انا عايز رؤيتك في مشكلة المرور. لما تيجي حضرتك تتكلم عن الرؤية بقول لك اكتب فيما لا يقل عن 4 اسطر ولا يزيد مثلا عن 6 اسطر. التعبير الوظيفي 4 5 سطور. لما اجي اقول لك رؤيتك، خلي بالك، واجيب لك مشكله او اقول لك مقترحاتك وحلولك في مشكله، الاسم القديم للرؤيه هو المقترحات. لازم حضرتك تكتب لي السطرين في حاجه اسمها حجم المشكله. انا عايز اعرف حجم المشكله، وعايز اعرف حاجه اسمها اسباب المشكله، وعايز اشوف حاجه اسمها الحلول اللي عند حضرتك، وهي دي الرؤيه او المقترحات. أنا بكلمك على مشكلة زي مشكلة الأمية، مشكلة زي مشكلة البطالة، مشكلة زي مشكلة التلوث، وعاوز أشوف رؤيتك ومقترحاتك. فبتتكلم سطرين في حجم المشكلة وبتعرفني إن المشكلة بلغت الحد الأقصى، كلام محترم. وبعد كده حضرتك بتقوم كاتب لي السطرين في أسباب المشكلة. أسباب المشكلة دي أنت في خيالك وفي تخيلك وفي ثقافتك. أسباب المشكلة دي إيه؟ إيه سبب الأمية؟ إيه سبب انتشار البطالة؟ هل الحكومة مقصرة ولا هل في تأثير من بعض أفراد الشعب المصري؟ لازم تبدأ تشوف لي أسباب المشكلة إيه. خلي بالك إن أنت أكتر حاجة هتكتبها سطرين في حجم المشكلة، وسطرين في أسباب المشكلة، وسطر أو سطرين في الحلول أو المقترحات اللي حضرتك بتقدمها. زي مشكلة المرور، مقترحاتك إيه عشان نحل مشكلة المرور؟ إن الدولة عليها جانب إن هي تهتم بالطرق، وبالتالي الدولة بدأت فعلا تهتم بالطرق، وده ملحوظ في كل حتة في مصر. واحنا كمان عندنا جانب تقصير لازم يتعالج. لازم يكون في قوانين صارمة على من يتعدى خطوات ويتعدى قواعد المرور. ايوه، يبقى انت حضرتك بتبدأ تقول لي مقترحاتك ورؤيتك للكلام ده. لما اجيب حاجة زي دي في ثانوية عامة، او اجي اضربك عليها في امتحان، او الناس تجيبها في الامتحان بتاع الثانوية العامة، اعتقد ان انت تخش تاخد 4 درجات في اقل من 10 دقائق وتخرج سالما غانما. مش عايز اكتر من كده. ايه كمان صور التعبير الوظيفي؟ خلي بالك كل ما هتبسط في الدنيا وكل ما هتحس ان الموضوع بسيط، هو بيضحك عليك باللفظ. وانت صغير كان يقول لك مقترحاتك، دلوقتي بيقول لك رؤيتك، فبيحسسك ان هو وقع في مشكله وانت مش عارف يعني ايه رؤيه. انا قلت وعرضت الكلام وقلت حجم المشكله واسباب المشكله والحلول اللي انت حضرتك شايفها. لما اجي اقول لحضرتك اكتب خاطرة، الخاطرة هي فكرة بترد على ذهن الكاتب، مقالة قصيرة دي الخاطرة. عايز في 10 سطور اكتب خاطرة عن كذا،
اكتب خاطرة عن التعليم، اكتب خاطرة عن اي حاجة هو بيختارها. كلمة خاطرة هو طالب منك 10 سطور، طالب منك لا تزيد او لا تقل عن 8 اسطر، اذا عايز 8 سطور او 9 سطور. كلمة خاطرة كأنك بتكتب مقال او موضوع ولكن في ال7 سطور ال8 سطور اللي هو حددتهم لحضرتك. الموضوع بسيط جدا، امال الطلبة ما بتحلهاش في الامتحان ليه؟ عشان اللفظ بتاع كلمة خاطرة. اكتب خاطرة، انت بدأت تحس ان الموضوع صعب وبتشوف لفظ الاول مرة، زي ما اجي اقول لك القي كلمة في الاذاعة المدرسية لا تقل عن 8 اسطر عن التعليم الحديث. تخيل تعبير وظيفي زي القي كلمة في الاذاعة المدرسية جه في الامتحان، انت تعمل ايه؟ شوف كم واحد هيبدأ يتخض وكم واحد هيبدأ يتوتر. مش عايز توتر ابدا في الامتحان، لانك هتدخل الامتحان اللي هيركز معايا هتدخل تجيب 80 درجة بكل بساطة وبكل سهولة وبكل تمكن، ما تقلقش ابدا. لما اجي اقول لحضرتك القي كلمة في الاذاعة المدرسية او اكتب مقالا قصيرا، ما هو المقال القصير يا باشا حضرتك هو الخاطرة. طب لو جيت في الامتحان وقلت لك القي كلمة في الاذاعة المدرسية، خلي بالك كل الكلام ده ما تتوترش. انت عايز كلمة في الاذاعة المدرسية يعني اكتب 2 3 سطور بيقول لك فيما لا يقل عن 8 اسطر. القي كلمة في الاذاعة المدرسية عن الصداقة، القي كلمة في الاذاعة المدرسية عن التعليم الحديث، يبقى حضرتك بتكتب لي 7 8 سطور عن الكلام ده. طيب الحاجة اللي انتوا كلكم حافظينها وعارفينها، اكتب رسالة. خلي بالك رسالة جت كتير جدا جدا في ثانوية عامة. بعض الناس يقول لك هكتب بسملة، لازم بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا باشا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى، خلي بالك يقول لك لا ده لازم اسم المرسل إليه وعنوان المرسل إليه. ما هو اسم المرسل إليه اللي انت بتبعت له الرسالة اللي هو رسالة إلى. اكتب رسالة فيما لا يقل عن 8 اسطر. برضه التعبير الوظيفي عيبا ما تنقص فيه درجات ما يصحش، لان اكبر عدد ممكن سطور تشوفه 8 سطور. لو كتب وقال اكتب خاطرة 10 اسطر ده كده يعني هو كده عدى الحدود بالنسبة لك. انك تكتب 8 سطور او 10 سطور انت كده وصلت للحد الاقصى في كتابة التعبير الوظيفي. رسالة الى، وبتبدأ حضرتك تكتب ال8 سطور اللي انا طلبتهم من حضرتك واسم المرسل اللي هو انت وعنوان المرسل اللي هو انت، وما تكتبش ولا اسم ولا عنوان، ممنوع الاسم والعنوان، انت بتكتبهم كده وخلاص. ادي شكل الرسالة. ايوه يبقى انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العيال تقول لك ولازم اقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعمل انت عاوزه، المهم تلتزم بعدد السطور، والمهم اشوف كلمة رسالة الى، والمهم اشوف اسم المرسل وعنوان المرسل حضرتك. ادي فن الرسالة. شوف انت حليت كام نوع تعبير وظيفي. طب خلي بالك ممكن تعبير وظيفي يجي من كتر المفاجأة بسهولته ما تحلوش اصلا، وده وارد جدا السنة دي في الامتحان، ان يجيب بيت شعر خلي بالك ويقول لك ابسط البيت ده هو، او ابسط الحكمة ده هي، ان يجيب حكمة او بيت شعر ويقول لك ابسطها يعني اشرحها في 3 اسطر. من مفاجأتك لتعبير زي ده كل ما هتكون بسيط في التعبير سواء الوظيفي ده، انا هفاجئك دلوقتي في التعبير الابداعي، كل ما هتكون بسيط وفكرك بسيط كل ما بتقرب للامتحان بتاع الثانويه العامه، كل ما بتكلكع الدنيا كل ما انت بتبعد عن افكار الامتحان بتاع الثانويه العامه، خاصه في فرع زي فرع التعبير. كلامي واضح وظاهر امام الجميع؟ خلي بالك يجيب لك بيت شعر او يجيب لك حكمه ويقول لك ابسط هذا البيت في 3 اسطر. يجيب لك بيت شعر عن مصر مثلا ويقول لك اشرحه لي في 3 سطور. يجيب لك حكمه ويقول لك علق لي عليها في 3 سطور. انت عاوز ايه؟ ده تعبير في اولى اعدادي مش في 3 ثانوي. من كتر مفاجاتك وفرحتك ممكن ما تحلوش، خلي بالك. والبعض بيعمل كده يقول لك ده جميل تعبير سهل جدا، اقول له طب يقول لك ما حلتوش ليه؟ اصل انا سبته لحد الاخر فانا نسيته اصلا. خلي بالك وعاوز الناس كلها مركزه. يبقى ممكن اقول ابسط، ممكن اقول لك علق. من عكس ابسط وعلق دي ان هو يقول لك علق باسلوبك او ابسط باسلوبك، ان يجيب قطعه عباره عن 5 سطور او 6 سطور ويقول لك لخص في 2 سطر مع الاحتفاظ بالمعنى. التلخيص يا 3 ثانوي، التلخيص مش انك تصغر خطك ولا انك تاخد كلمه وتسيب كلمه، لا ده مش تلخيص، انت كده بتهزر.
التلخيص اللي انت تقرا كل سطر تشوف انت فاهم منه ايه وتكتب اللي انت فاهمه. لقد منح الله مصر نعما كثيره، خلي بالك ربنا منح مصر نعم كثيره، اي فخلق فيها الجبال والانهار والمحيطات و ايوه لقد انعم الله على مصر بنعم عديده. وقمت حذفت سطرين، مش هكتب بقى الجبال والانهار والطبيعه الخلابه والخضره والمياه والجبال، مش هكتب كل الكلام ده. انا قلت ربنا انعم على مصر بنعم عديده وخلاص، ده اللي انا فهمته، فانا اللي فهمته كتبته. يبقى التلخيص مش اللي انت تاخد كلمه وتسيب كلمه، ولا انت تبدا تاخد لي بعض السطور وتسيب بعض السطور. وفي بقى ناس جامده جدا في التلخيص، في عيال بتعدي الحدود، اقول له لخصت في سطرين يقول لي كله تمام، اقول له اوعى تكون حذفت حاجه وسبت حاجه، انا عاوزك تلخص اللي انت فاهمه من كل سطر. يقول لي لا انا عملت حاجه اجمد من كده، اقول له اتفضل، يقول لك انا صغرت خطي. انت بتهزر يا ابني، ده هزار. هو انت اما تصغر خطك كده خليت الخمس سطور في سطرين؟ هو انت متخيل المقدر اللي بيصحح ده ايه، بتاع فيزياء؟ ده عربي يا ابني، انت هتنقص، انت خدت صفر من اربعه، خلي بالك الموضوع ابسط مما تتخيل. شوف التعبير الوظيفي، اشتغلت معاك الرؤيه، قلت الرؤيه اللي هي المقترحات، اشتغلت معاك الخاطره اللي هي المقال القصير، اللي هي القي كلمه في الاذاعه المدرسيه، اللي هي عدد سطور محدد ما بيزيدش عن 8 سطور، ده الحد الاقصى. اشتغلت معاك الرساله، اشتغلت معاك ابسط، اشتغلت معاك لخص، كل ده ما يدور حول التعبير الوظيفي. طب احنا جه السنه اللي فاتت يقول لك تقرير، اكتب تقرير عن، سهل جدا، اكتب لي تقرير عن نهر النيل، اكتب لي تقرير عن رحله انت قمت بيها مش عارف الى الاهرامات. شكل التقرير تقول تقرير عن اهو، انه في يوم كذا، خلي بالك الموافق كذا، قمنا بزياره، شوف انا حددت تاريخ وزمان، لازم التاريخ ولازم الوقت. انا عملت تقرير عن رحله قمنا بها الى الاهرامات، انه في يوم السبت الموافق السادس مثلا من يناير قمنا بعمل رحله الى الاهرامات. ايوه، وما يعجبني، لازم ايجابيات، انا عايز الايجابيات اللي حضرتك شفتها هناك. ايه الايجابيات؟ وما لا يعجبني اللي هي السلبيات. ويا سلام بقى لو تقول لي في الاخر اوصي بي، تديني شويه توصيات. والله انا من الايجابيات اللي شفتها هناك ان بعض السائحين بدأوا يثقوا تاني في السياحة المصرية وبدأوا يرجعوا. أنا ما كنتش متخيل إني أشوف عدد كبير من السائحين زي ده. أقول لك جميل، من الإيجابيات أيوه إن المصريين كانوا منظمين جدا هناك، وإن فعلا واقفين في أماكنهم المحددة لهم. أقول لك جميل، تقول لي بس ما عجبنيش عدم الاهتمام بنظافة المكان، ما عجبنيش تطاول وتعدي بعض المصريين على السائحين، خلي بالك. أيوه، يبقى انت لازم تقول لي ايجابيات وسلبيات. اوصي بيه بعمل قوانين صارمه، بعمل مراقبه للسائحين وللمصريين او لابناء الوطن. انا بقول ان لازم يكون في مراقبه، انا بقول ان لازم يكون في غرامات على من يتعدى، على من يقوم بالقاء المخلفات في الاماكن السياحيه. شوف الكلام، يبقى انت حضرتك بتقول لي رايك ايه، بتقول لي بتوصي بايه، انا عايز توصيه. اوصي بيه، وتقوم كاتب تحت كده مقدم التقرير، مش عايز بقى الامضه والفورمة ورقم الموبايل، مش عايز الكلام ده خالص. زي برضو في الرسالة اسم المرسل وعنوان المرسل، اللي هو انت اوعى تقول اسمك واوعى تقول عنوانك. انا كلامي واضح، كل ما هتكون بسيط في التعبير الوظيفي والابداعي كل ما انت بتقرب لفكر الامتحان، كل ما بتكلكع الدنيا، وكل بتكون متخيل ان التعبير الوظيفي ده حاجة جبارة، ده ممكن في ثانوية عامة يجيب بيت شعر او حكمة ويقول لك اشرحها لي في 3 سطور زي ما قلنا، ممكن يجيب 4 5 جمل ويقول لك لخصهم، ممكن حضرتك يقول لك اكتب لي تقرير، ممكن يقول لك اكتب لي رساله. الموضوع ابسط مما تتخيل. تعال بقى في التعبير الابداعي، يعني من اكبر مشاكل الامتحان ومن اكبر المشكلات اللي كنا بنقابلها التعبير الابداعي اللي انتوا بتسموه التعبير الكبير. ايوه، اللي حضرتك بيجي موضوعين وحضرتك بتختار موضوع و10 درجات، خلي بالك عشان ده مفيش هزار فيه. اصلا انا ما بعرفش اكتب واقسم افكار، مش عاوز. اصلا انا حضرتك كتبت 6 ورقات وبيقول لك لازم تكتب 8 ورقات عشان تاخد 10 درجات، انت مش متابع بقى، ده انت كده ما حلتش بوكلت اصلا. البوكلت عالج مشكلات خطيره في الامتحان، من اهم المشكلات اللي عالجها البوكلت في 2017 لحد اللحظه اللي احنا فيها مشكله التعبير الابداعي.
اكتب فيما لا يقل عن 25 سطرا. خلاص الورقة اللي قدام حضرتك 31، لو انت عديت الورقة في السكتش الورقة 31 سطر، وفي ورقة 29 سطر عشان الناس اللي هتعد. خلي بالك انا بقول لك اكتب فيما لا يقل عن 25 سطر، ده انا عايز اقل من ورقة متضمنة 6 فقرات، يعني كل فقرة 4 سطور. 4 سطور في الفقرة يعني 4 × 6 = 24، 25 سطر. انت عاوز ايه؟ بعد ما كنت بتكتب 6 ورقات و7 ورقات و8 ورقات، انا طالب منك 25 سطر يا محترم. اظن مفيش ابسط من كده واسهل من كده. طب انا ما بحفظش مقدمة، اصل المقدمة يعني مقدمة ايه؟ انت نايم، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها مقدمة. خلاص الناس اللي كانت تاخد 2 و3 ورقات تحفظهم مقدمة ويجي يتنيه طول الليل يا عيني يذاكر في المقدمة، ويسيب المادة كلها وقاعد بيحفظ في المقدمة، ويروح الامتحان الصبح يلاقي نفسه نسى المقدمة وما ذاكرش حاجة وتسوح. خلي بالك، لا مفيش الكلام ده ابدا. اوعى اوعى سيب كل الكلام ده. خلاص المطلوب منك 25 سطر، 25 سطر متضمنة 6 فقرات، كل فقرة 4 سطور. يعني اما تيجي تعد انت كتبت 250 كلمة، مش هزيد عن كده. لو جيت عديتهم هقوم انا ماسك الموضوع وعامل كده، اهو 4 سطور 4 سطور 4 سطور، قد كده 3 فقرات، وكمان 4 سطور، وكمان 4 سطور، وكمان 4 سطور. تخيل انا ما كملتش ورقة، ما كملتش ورقة في المكان اللي هو سايبه في البوكلت، بسيب لك جزء كده وجزء كمان ورا، انت ما كملتش حاجة وخلصت موضوع التعبير. انت عايز دلع اكتر من كده؟ ايه دلع ده؟ دلع الاسئلة الشائعة بقى عشان الناس اللي هتقعد تسألها وهي بتذاكر الحلقة بتاعت التعبير. انا عاوز اعمل افكار. ما انت كنت بتصرخ من 5 6 سنين ما بعرفش اجيب افكار، دلوقتي ما هو الانسان كده، تريحه يتعبك، تتعبه يريحك، هو كده البني ادم كده. دلوقتي معظم الاسئله اللي بتجيلي في التعبير لك انا عاوز اكتب افكار، اكتب افكار فين؟ سبحان الله، ما انت كنت بتصرخ من 5 سنين مش عارف اجيب افكار ومش عارف اكتب، دلوقتي بقت عايز تجيب افكار بعد ما البوكلت ريح الدنيا خالص، الناس زعلانه. طب خلاص ماشي، عايز تجيب افكار، انت شاطر جدا يعني. طب يا باشا اسمع الكلام اللي اقول لك عليه. الفكره انا اهو في اول سطر واشرحها لي في 3 سطور، الفكره واشرحها لي في 3 سطور، الفكره واشرحها لي في 3 سطور. يبقى انت هتبدا لي كل فقره من الفقرات بفكره وتشرحها لي في 3 سطور. ادي يا عم الافكار، ده بالنسبه للناس الشاطره واو، يعني اللي عايز يجيب افكار. اهو يا باشا انت كده جبت افكار اهو، تمام. يقول لك طب انا بيقابلني بعض الصعوبات، اسيب سطر؟ باشا انا مش مديك كراسه اجابه، الاسئله دي بتعصب. في بعض الناس بتسالني الاسئله دي لحد دلوقتي، انا مش مديك كراسه اجابه فاضيه وحضرتك مديك راس الموضوع وانت بتكتب بقى ومديك ورقه خارجيه. حبيبي انا سايب لك عدد سطور في البوكلت، تلتزم بعدد السطور اللي معاك. طب انا سايب لك 30 سطر وطالب منك 25 سطر لا يقل عن 25 سطر، يبقى انت ما ينفعش تسيب سطر. تسيب سطر ازاي؟ ما هو انت لو انا مديك 30 سطر وحضرتك سبت سطر يبقى انت كتبت 15. طب وايه المشكله؟ لا مفيش مشاكل، هتجيب 5 من 10 عادي خالص. يبقى الاسئله اللي بتعصب، اللي هو بيحسسك انه مش فاهم البوكلت اصلا، فيقول لي اسيب سطر؟ سيب سطر ازاي؟ ايوه من الاسئله دايما برضو اللي بتجيلنا على الصفحات كتير، اسيب حته كده فراغ كده في الاول؟ اه زي الباراجراف يعني. ماشي يا حبيبي سيب حته، مش هتفرق حاجه. ايوه طب اسيب ما بين كل فقره وفقره او كل فقره وفقره اسيب سطر؟ براحتك، لو عدد السطور يسمح بهذا الكلام انا موافق مفيش مشاكل. لو انت هتسيب هتكتب 25 سطر وهتسيب ما بين كل فقره وفقره سطر، معنى كده اللي انت عايز 30 سطر عشان السطر اللي هيتساب. هل الكراسه بتاعت البوكلت فيها 30 سطر؟ لو فيها 30 سطر انا مش ممانع، اتفضل يا حبيبي. ايوه طب ايه الحاجات اللي تخليني اخد 10 درجات بكل بساطه؟ ممنوع الشطب، ممنوع الشطب، ممنوع الشطب، تحسين الخط، تحسين الخط، تحسين الخط، ما عادش 6 ورقات و7 ورقات، ده انا طالب 25 سطر، يعني عايز روقان روقان وانت بتكتب عدد السطور، انا مش عايزين اكتر من كده، كلام جميل وكلام زي الفل. طب علامات الترقيم، انا بقول كل الاسئله اللي بتدور في ذهن الطلبه، علامات الترقيم، انا مش عايز علامات ترقيم خطيره. لما تيجي تخلص الجمله حط نقطه، لما تيجي تسال سؤال وانت شغال حط علامه استفهام، لما تيجي تتعجب من جمله حط علامه تعجب، لما تيجي تجيب لي كلام متصل حط لي فصلات بين الكلام، بس
لو انت التزمت بالاربع علامات ترقيم اللي قدامك ده همت، هتعمل موضوع غاية في الروعة وغاية في الجمال. ولو حسنت خطك ولو ما شطبتش. طب الاستشهادات، عايز استشهادات عن مصر، لازم استشهاد وطني. ودايما الاستشهاد تبقى ذكي، تبقى طالب ذكي، ما تكتبليش الاستشهاد في اخر سطر انه فالمقدر اللي هو المصحح يقعد بقى يقرا قران عشان يجيب الاستشهاد. انا عاوز الاستشهاد يكون في اول الفقرات او في نص فقره من الفقرات، وتحط لي علامتين تنصيص عشان اخد بالي، اخد بالي ان انت عامل استشهاد. تحفظ لي بيت عن مصر، تحفظ لي ايه قرانيه عن مصر، اربع خمس كلمات، مش محتاج اي حاجه غير كده منك. وهتلاقيني في الملزمه اللي موجوده على التطبيق، هتلاقيني جايب لك شويه استشهادات صغيره، حاجات من اللي هي اربع خمس كلمات اللي انت بتحبها وبتدور عليها في الكتب. اظن كده انا مش محتاج اي حاجه. لا فاضل حاجه يا مستر. ايوه، اكتب مقدمه. يا ابني ما تتعبنيش، هتكتب مقدمه فين؟ طب انا عايز مقدمه. اوعى تكتب مقدمه محفوظه، خير مقدمه هي شرح راس الموضوع. يا سلام لو خدت لي الفقره الاولى ده شرح راس الموضوع كتمهيد، احسن مقدمه. الموضوع جاي عن كذا، فانت قمت شارح لي الموضوع في اول حته، ده كده غايه في الروعه والجمال. اوعى تحفظ مقدمه وتقول لي ده انا معايا مقدمه، ما تشغلش دماغك، انا معايا مقدمه 10 سطور، انا معايا مقدمه 15 سطر. يا باشا ده هو طالب منك 25 سطر، فانت جايب مقدمه 10 سطور بناء على ايه؟ هتعمل بيها ايه؟ يعني انت مش هتكتب موضوع؟ انت بتضحك علينا؟ ما ينفعش. طب انا كان نفسي اكتب خاتمه. يا ابني انت كنت بتشتكي من الافكار زمان، وبتشتكي من المقدمه، وبتشتكي من الخاتمه. دلوقتي بعد ما الدنيا ارتاحت خالص، ما هو البني ادم كده، تتعبه يريحك، تريحه يتعبك، هو كده. حاضر، عايز خاتمه؟ خليك في الفقره الاخيره وابداها لي بكلمه وخلاصه القول ان. وخلاصه القول ان كده اهو، انت كده يعني بتقول هتلخص. وتقوم شرح راس الموضوع كمان مره بس باسلوب تاني خالص. لو انت بصيت لراس الموضوع، سواء انت اخترت الموضوع الاول او الموضوع التاني، لو بصيت في راس الموضوع وشرحته اهو، وبصيت في راس الموضوع هتلاقي نفسك شرحته تحت اهو بعد كلمه خلاصه القول ان باسلوب تاني خالص. شوف الكلام، عاوزك تظبط الدنيا. هادي الموضوع بسيط خالص، مش محتاج عبقريه، ومش محتاج اجاده، ومش محتاج طالب خارق للطبيعة عشان تقدر تجيب 10 من 10. الموضوع سهل جدا، عاوز تركيز يا جماعة عشان دي ليلة امتحان، مفيش هزار. شوف انا قلت كل الاسئلة اللي بتدور في اذهانكم، هلاقي بقى على الصفحات بعتلي اسيب سطر الحاجات بقى اللي بتعلي الضغط. يا ابني ما انا قلت لك هو عدد سطور موجود قدامك تلتزم بيه، مش هينفع تسيب سطر. طب انا هشطب. يا ابني بقول لك ما تشطبش تقول لي هشطب. طب لو شطبت يعني؟ طب وتشطب ليه؟ حصل اللي حصل وشطبت. حاضر، بالقلم الرصاص وقوم عامل كده على الكلمه اللي انت شطبتها وكمل بعديها. طب استشهد؟ اكتب استشهاد. طب احفظ ايه؟ ما انا كاتب لك في الملزمه شويه استشهادات صغيره كده وطنيه كلها احفظها. نيجي في اخر حاجه في التعبير الابداعي عشان يبقى كده ان شاء الله ال10 درجات معانا. ايه هي اخر حاجه؟ يلا. الموضوعات بقى اللي تيجي خارقه بقى، موضوعات خارقه. هرجع للتعبير الوظيفي تاني. مستر احنا في الابداعي. ما انا فاهم والله، عارف والله، ما بتوهش. هرجع للوظيفي تاني. كل ما هتبسط، كل ما الامور هتبقى بسيطه بالنسبه لك في فكرك، كل ما انت بتقرب من امتحان الثانويه العامه. كل ما هتبقى خارق في الفكر، كل ما انت بتشرد عن الامتحان وبتبعد عن الامتحان. انا كلامي واضح ومفهوم؟ يعني ايه؟ يعني موضوعات التعبير الابداعي موضوعات انت كاتب فيها 25,000 مره. كل الموضوعات الكبيره وكل الموضوعات السياسيه الضخمه وكل الموضوعات اللي بتكون منتشرة في التوقعات دي خارج نطاق الامتحانات. من الآخر يعني انت ممكن تتوقع موضوع يجي عامل ازاي؟ موضوع عن بناء ونهضة الوطن. الوطن ده هو عشان ينهض عايز حاجة اسمها العمل، ده من خلال الأفراد. الأفراد في المجتمعات لازم يبدأوا بالعمل، عشان العمل ده هو بيعمل على بناء ونهضة الوطن. والعمل ده طبعا بيكون على ايد الشباب. الشباب اللي هم الذخيرة بتوع المجتمع، الشباب اللي هم امل ومستقبل الوطن، بناء ونهضة الوطن. طب هل الدولة بتشارك في بناء ونهضة الوطن؟ طبعا الدولة دلوقتي عاملة حاجة قوية جدا في الصناعة المصرية.
عامله حاجه قويه جدا في الزراعه، هو ده بناء ونهضه الوطن. شوف المدن الجديده والصناعه والزراعه، مظاهر التنميه اللي الدوله بدات تتجه اليها. احنا فعلا مصر بقت حاجه تشرف، ده كلام فعلا ما فيهوش نقاش. طب موضوع بناء ونهضه الوطن والصناعه ده موضوع سهل جدا، اما انا عارف ده، انا كتبت في تنميه المجتمع وبناء الوطن ده 1000 مره. انت متخيل ايه؟ انت متخيل ايه ممكن يجي لك في الامتحان؟ خلي بالك، اجي اجيب لك موضوع تاني، اجي اقول لك مثلا ترشيد المياه، مياه نهر النيل. انت تعرف ان ترشيد المياه ده ايه ممكن تيجي في التعبير الوظيفي كمان؟ ده مشكله من المشكلات ان احنا مش حاسين بيها. ايوه، وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت، التواصل الاجتماعي ده هو ليه سلبيات وليه ايجابيات. الايجابيات ده ايه؟ بتبني المجتمع. بصوا على ترويج الشائعات اللي موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، كلها حاجات ما حصلتش، وكلها حاجات لما قال فلان مات، فلان عاش، فلان حصل له كذا، الدولة عمل ده، في حرب بين كذا وكذا، دي كلها سلبيات لمصادر التواصل الاجتماعي. ايوه، يبقى الموضوعات، موضوعات ده موضوعات بتيجي في اعدادي. ايوه، الموضوعات ابسط مما تتخيل. كل ما تقرب من الموضوعات الاجتماعية هتلاقيني حاطط لك المياه، وحاطط لك بناء ونهضة الوطن عن طريق العمل والصناعة والزراعة. ايوه، اللي الدولة بدأت تتجه اليهم في الفترة دي، كلام محترم. وهتلاقيني حاطط لك التواصل الاجتماعي ليه سلبيات وليه ايجابيات، وهتلاقيني حاطط لك الوحدة الوطنية، وهتلاقيني حاطط لك الصداقة والقراءة والسياحة. فأنت هتستغرب، إيه ده؟ ده موضوعات سهلة جدا، أنا عايز الموضوعات السهلة جدا دي، دي اللي تحطها في دماغك. طب بيقول لك علاقة دولة مش عارف مين بدولة إيه؟ مفيش الكلام ده. طب بيقول لك مش عارف أمريكا تصدت لغزو، مفيش الكلام ده خالص. طب بيقول لك إن حصل، مفيش يا ابني الكلام ده خالص، ما تتعبش قلبي، مفيش الكلام ده خالص. الموضوع بسيط خالص، الموضوع سهل جدا. راجعوا امتحانات الثانوية العامة وشوفوا امتحانات الثانوية العامة في آخر 6-7 سنين، هتبص تلاقي الموضوعات كلها هي دي. المياه، بناء ونهضة الوطن عن طريق العمل ودور الشباب، الصناعة والزراعة اللي تتجه إليهم الدولة، وبناء المدن الجديدة، شوف بناء المدن والطرق الجديدة، وسائل التواصل الاجتماعي، ترشيد المياه، الموضوع أبسط مما تتخيل. خلي بالك، إذن الدولة بتعمل جهود فعلا عشان بناء الوطن، عشان تقضي على كل حاقد في هذا الوطن. أي يبقى خد بالك من الكلام ده، عاوز الناس تدرب نفسها على الموضوعات دي، عشان الموضوعات السهلة البسيطة هي اللي بتفتح أذهانكم، وهي اللي بتخليك عندك نفس جميلة إنك تكتب تعبير. أظن كده ببساطة، العشر درجات على طبق من ذهب، والأربع درجات برضو على طبق من ذهب. أنا شايف إن ما ينفعش حد فيكم ينقص درجة من 14. تعال بقى نشوف الكلام ده كله كده مكتوب في ملزمة ليلة الامتحان، كل حاجة رسمها لك، حتى التعبير الوظيفي ده هو أنا رسمه لك. أنا مش عايز منك حاجة، عاوزك تتفرج تركز بس، يعني أنا مش هخليك تعمل مجهود في أي حاجة غير إنك تركز في الشرح. يلا بينا، تعال نشوف الكلام ده كله كده مكتوب في ملزمة ليلة الامتحان. تعال نشوف كده مع بعض فرع التعبير في ملزمة ليلة الامتحان، ونشوف كل اللي احنا قلناه عملي. أول حاجة هبدأ بالتعبير الإبداعي، هنعكس في الملزمة الشرح. تعال كده، التعبير الإبداعي كاتب لك شوية ملاحظات. لا تكتب مقدمة محفوظة، أجمل مقدمة هي شرح رأس الموضوع، واتكلمنا في الموضوع ده. اكتب الموضوع على شكل فقرات، ما تكتبش الموضوع كده مرسل. ابدأ كل فقرة تاركا مسافة، التزم بعلامات الترقيم قدر المستطاع، اجعل الاستشهاد في علامتي تنصيص، تجنب الأخطاء الإملائية والهمزات، همزات الوصل والقطع والتاء المربوطة والهاء، واتكلمت قبل كده معاكم في الموضوع ده. عايز تفرق بين التاء والهاء حط ضمه في اخر الكلمه، شجره، ايوه دي ت، طالما فيها ضمه قبلت الضمه تبقى تاء، انما لما تيجي مثلا نفسه، ده مش هتيجي الضمه على طول، التاء بتظهر عند وضع الضمه في اخر الكلمه. خلي بالك ان في فرق في الهمزات بين كلمه ابناؤه وابناءه وابنائه، دي مضمومه انما دي منصوبه اللي على السطر، انما دي مجروره. تجنب الشطب وحافظ على نظافه الورقه، اكتب الموضوع في المكان المخصص في كراسة الإجابة اللي هو سيبها لك في البوكلت، ابدأ الخاتمة بخلاصة القول أن، وتلخص المضمون أو رأس الموضوع. جايب لك في الموضوعات استهلاك المياه،
وجايب لك الشباب وجايب لك الرياضة والمرأة واهتمام الدولة بالزراعة والصناعة زي ما قلنا، وجايب لك كمان التعليم الحديث وتكنولوجيا التعليم الحديث، حب الوطن بيقتضي العمل والإخلاص وبناء هذا الوطن نحو التقدم، جايب لك أجهزة الإعلام اللي هي دور وسائل الإعلام ليه دور سلبا وليه دور إيجابا، موضوع مهم. الموضوعات أو العواصم، العاصمة الإدارية والمدن الجديدة اللي الدولة بدأت تتجه إليها، وتلاقيني جايب لك موضوعات بقى زي النظافة والتلوث، حاجات تتدرب عليها، تمام. موضوعات اجتماعية تكتب فيها الجهل، الوحدة الوطنية، العنف والإرهاب، الصداقة، دي موضوعات انت تتدرب عليها، شفناها قبل كده. الاستشهادات الشعرية، احفظ لي بيت شعر، أبيات شعرية كلها عن الوطن. جايب استشهادات قرآنية، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، رب اجعل هذا البلد آمنا، الحاجات البسيطة الجميلة بتاعة القرآن الكريم. في استشهادات كمان من الأحاديث النبوية، اللي عاوز يحفظ أحاديث شريفة تعالى. التعبير الوظيفي، بدأت في رؤيتك، المقترحات لحل مشكلة، حجم المشكلة، أسباب المشكلة، الحلول والرؤية، كلها سطرين سطرين مش أكتر من كده. أكتب خاطرة فيما لا تقل عن 8 أسطر مما لا شك فيه، أن وابدأ على طول أكتب الموضوع والخاطرة. أكتب رسالة، رسم لك الرسالة، رسالة إلى أهو، وأجيب عدد السطور، اسم المرسل وعنوان المرسل، ومش عايز أسماء ولا عناوين. ألقي كلمة في الإذاعة المدرسية، ما تتثبتش. تقرير، إنه في يوم كذا، الموافق كذا، قمنا بزيارة، كاتب لك حاجات تلتزم بيها، لازم الزمان والمكان، ولازم تقول لي إيجابيات وسلبيات. أهو في نموذج أهو للتقرير، إنه في يوم، الموافق، قمنا بعمل تقرير عن كذا، ويشمل الآتي، وأجيب إيجابيات وبعد كده سلبيات، وبعد كده أقول له أوصي بيه أعد التقرير أو مقدم التقرير فلان. جايب لك بعد كده حاجة مهمة، المقال اللي هو الخاطرة. جايب لك بعد كده ابسط العبارة في 4 أسطر، مهمة جدا أنك تدرب نفسك على الحاجات دي. أجيب لك بيت شعر أو حكمة وأقول لك على طول اكتبها لي في 4 سطور. لخص الفقرة الآتية في 2، قلنا هنقرأ الفقرة ونبدأ على طول نشتغلها. طبعا كلنا عارفين ان البرقية عكس الرسالة، البرقية 3 كلمات، انما الرسالة عدد سطور، والبرقية برضو اسم المرسل اليه وعنوان المرسل اليه، واسم المرسل وعنوان المرسل. اكتب مناظرة عن مناظرة، المناظرة دي لازم حوار زي الديالوج، واحد بيوافق واحد بيرفض. اكتب لي مناظرة حول عمل المرأة، المؤيد بيقول ان عمل المرأة ضروري لانها تمثل نصف المجتمع، إنما المعارض بيقول عمل المرأة بيحول بينها وبين رسالتها. يعني إيه؟ يعني بيمنحها أن هي تقوم بعملها الأساسي وهو رعاية الأسرة والأبناء. واحد يقول حاجة وواحد يرد عليه، هي دي المناظرة أو المعارضة. أكتب لافتة، طبعا ده كلام فارغ كلمة لافتة، خلي بالك أن التعبير الوظيفي مش هيقل عن 4-5 سطور، إنما التعبير الإبداعي أكتب فيما لا يقل عن 25 سطرا، متضمنا على طول 6 فقرات. عاوز الناس مركزة، وده كان أهم اللمسات في فرع التعبير. وبكده احنا النهاردة لمينا فرع التعبير وناقشنا كل الأفكار اللي ممكن تيجي في التعبير. خلي بالك ان هو فرع سهل وبسيط، بس بيمثل 14 درجة. محدش يكسل أبدا، محدش يقول ده كده كده هاخد 14. عاوز الناس تدرب نفسها، واوعى تراكم حلقة على حلقة، لاننا كل يوم هنزل حلقة جديدة وفرع جديد في التطبيق حلم الثانوية. عاوز كل الناس تذاكر، بالتوفيق لكل الناس، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.